مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، مع درس جديد في هذا اليوم من دروس التربية الإسلامية في مجال الحديث الشريف. معنا اليوم الدرس بعنوان من خصال الخير. أهداف الدرس: أن يقرأ الطالب الحديث الشريف المقرر للحفظ والدراسة قراءة صحيحة، وأن يعرف راوي الحديث من حيث اسمه وعلمه وفضله ومكانته ووفاته، وأن يوضح الطالب المفردات الواردة في الحديث الشريف، وأن يلخص الطالب المعنى العام للحديث الشريف. صف ما في هذه الصورة من الخير. نجد في هذه الصورة أناس محسنين وشخص محسن أو أشخاص محسن إليهم، ونجد هناك مطبوع من الهلال الأحمر القطري مكتوب عليه: وتواصوا بالرحمة، في رمضان 1440 عام 2019 للميلاد، توزيع السلال الغذائية الرمضانية. في هذه الصورة يجتمع المحسن والمحسن إليه، وهذه لا شك من أعمال الخير في شهر الخير، شهر رمضان. معنا في التهيئة: تنتشر في قطر ولله الحمد كثير من مظاهر الخير والإحسان التي يحث عليها الإسلام ويثيب عليها، ومنها موائد إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، وإرسال طرود الخير والمساعدة إلى من يحتاج من الناس. فما رأيك في هذه الأفعال، وكيف يمكن أن تكون من المساهمين في مثل هذه المبادرات الإيجابية؟ الجواب هو المشاركة في الجمعيات الخيرية في شهر رمضان الكريم، أو إن لم تكن مشاركة تكون مشاركة مادية، إن لم تكن مشاركة جسدية تكون مشاركة مادية. الهدف الأول: أن يقرأ الطالب الحديث الشريف المقرر للحفظ والدراسة قراءة صحيحة. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. نعيد الحديث مرة أخرى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. ثانيا: أن يعرف راوي الحديث من حيث اسمه وعلمه وفضله ومكانته ووفاته. راوي الحديث الشريف هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. علمه هو أحد علماء الصحابة، رائد مدرسة الفقه في مصر، أسلم قبل أبيه، له مقام راسخ في العلم والعمل، تلقى العلم الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضله ومكانته: كان رضي الله عنه كثير الصيام والقيام، متواضعا خاشعا لله. وفاته: توفي عام 65 من الهجرة. افتح صفحة 43 بارك الله فيك. من الصفات التي أعجبتني في شخصية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأحب أن أقتدي بها: حبه للعلم وكثرة الصيام والقيام والتواضع. معاني المفردات والتراكيب: أي الإسلام خير، أي ما أفضل خصال الإسلام نفعا في الدنيا والآخرة. تطعم الطعام، تقدم الطعام للناس صدقة أو هدية أو ضيافة. تقرأ السلام، تلقي السلام فتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يلخص الطالب المعنى العام للحديث الشريف: حرص الصحابة على الاستزادة من الخير. ثانيا: حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الأكثر أجرا وأعظمها نفعا. حب الصحابة للأعمال التي ترضي ربهم،
ولهذا كان سؤال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الرجل ببيان اثنين من أفضل الأعمال، وهما: العمل الأول إطعام الطعام ويدخل فيه سقاية الماء، والعمل الثاني إلقاء السلام على جميع الناس بلا تفرقة. العمل الأول إطعام الطعام يدخل فيه أيضا الضيافة، يدخل فيه أنك تعزم أصدقائك على ضيافة، على وجبات من مطعم، على هذا من إطعام الطعام، لكن عليك أن تستحضر النية، عليك أن تستحضر النية. وكلما كان العمل لمن يحتاجه كان أعظم، فلو أطعمت شخصا جائعا فقيرا بلا شك الأجر يكون أعظم. العمل الثاني إلقاء السلام على جميع الناس بلا تفرقة، عرفته أو لم تعرفه، السلام عليكم السلام عليكم. نحن اللهم لك الحمد نحن في بلاد إسلامية، بلاد قطر، فالأصل كل الموجودين مسلمين تسلم عليهم، السلام عليكم السلام عليكم وانت داخل السوبر ماركت، السلام عليكم وانت طالع، السلام عليكم وانت داخل المدرسة، السلام عليكم وانت داخل الفصل، السلام عليكم وانت داخل بيتك، السلام عليكم وانت داخل المجلس. وكثير من الناس يجهل، يظن أن السلام فقط في بداية اللقاء، خطأ، السلام أيضا حتى في نهاية اللقاء. إذا أردت أن تخرج من المجلس من المدرسة ماذا تقول؟ الأفضل أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما دخلت تخرج، السلام عليكم والسلام عليكم. الختام، وبهذا انتهى درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية، كما أرجو من طلاب الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا ومتابعة منصة المدرسة الإلكترونية، وجزاكم الله خير. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.